حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم من جديد. فقرة الاستضافات عندنا كل حلقة ضيفة مميزة وضيف مميز أمانة. اليوم احنا عندنا ضيفة مميزة ما شاء الله تبارك الرحمن، دائما تعيد تصنيع أو تعيد تدوير بعض الأشياء الجميلة والمميزة، وما شاء الله تبارك الرحمن لها انتشار ما شاء الله في السوشيال ميديا، وأحد مشاهير السوشيال ميديا اليوم نتعرف عليه احنا وياكم ونرحب فيها عهود. يا أهلا وسهلا فيك يا عهود الهاشم، احنا سعيدين اليوم بتواصلك معنا، وأمانة أنت نجمة مميزة ومبدعة. فاليوم راح تتكلمين عن إعادة تدوير بعض الأشياء اللي أنت سويتيها وكيف بديتي. أول شيء أنا بعرف كيف جتك الفكرة. أول شيء أنا سعيدة أكثر بمعترفتي. أول شيء أنا أسوي على التدوير الأشياء وأرسم، وحبيت اليوم أسوي إعادة تدوير للورود ليوم الأم، فهذه أمثلة قدامنا الأشياء حقت يوم الأم، فهذه هدايا بسيطة تقيد أي أحد يسويها في بيته. حلو، يعني اليوم أنت سويتي هذا الشيء خاص في يوم الأم، وأنت اللي بنفسك سويتي. نتعرف عليه بس إحنا وياك، يلا. هذه بوكس للأم اللي تحب المجوهرات، فالفكرة أنك تحطي ورد بتحطي تختارين المجوهرات اللي أمك تحبها. في أم كمان تحب الزينة على الجدران، فهذه ممكن تحطها على جدار غرفتها. في أم تحب الاسترخاء، هذا كوف طبعا احب اكمله قدامكم. ممتاز، حلو. في ام كمان فكره ثانيه، الام تحب المجوهرات، هذه فكره معلق السلسال من فوق وفي ورد خارجي. هذه كل الافكار، هذه كل الافكار اللي سويتيها الام وانت بنفسك سويتي على تدوير لها، صحيح؟ طب هذه عن ايش؟ عباره عن ايش؟ هذا قزاز وهذا ورد جاي مفكفك قصصته. حلو، ولصقته عليه وحط المجوهرات اللي انت اخترتيها. ممتاز، حلو. هنا عندي بوكس جايب ورد مفكك حطيته فوقه، ممكن تحطين جواته كتاب، بس انا حطيت الفكره انك تحطين ورق وكل يوم امك تقرا فكره. حلو، زي هنا مكتوب الحياه بلا امي ليس لها طعم. الله عليك، حلو حلو. يعني هذا الكتاب تحطين فيه عبارات وكل يوم امك تاخذ بعض العبارات تقراها، ما شاء الله. خلينا نشوف شيء ثاني. كمان عباره ثانيه، الجنه تحت اقدام الامهات. الجنه تحت اقدام الامهات، جميل، حلو. ايش كمان؟ الحياه بكمل هذه الكاسه. حلو. أول شيء قبل ما تكمل الكاسة، كيف إحنا نعلم الناس اللي تتابعنا اليوم كيف أنت تبدين في مرحلة إعادة تدوير بعض الأشياء وكيف الفكرة توصل معك؟ طبعاً أنا أجمع أفكار، بدأ أشوف هاي باقة ورد، أشوف هذا بوكس عادي طبيعي. حلو. فأفكر إني إيش أحط عليه، إيش تختار التنسيقات، ممكن تجيبي من بيتك قارورة مويه تلونينها تطبخي عليها تحطي جواتها باقة ورد. ممتاز، ما فكرت انك تبيعين، يعني تصيري عندك متجر خاص وتشتغلين على انه تبيعين بعض الاشياء اللي تسوينها منتجات؟ الا سويت في المدرسه. حلو، كيف كان الاقبال؟ اقبال قوي، يعني كان الكل بيقول واو اشيائك مره حلوه، يبغى نشتري منك، يعني الحين اشتروا. ما شاء الله تبارك. طيب يلا خلينا نشوف اليوم ايش بتسوي معانا عهود في تكميل الرسمه اللي هي عباره عن كوب للام، تفضل. فهذا الكوب في له فخار ملون، فانا في فخارات ما لصقتها فبلون واحدة وبلصقهم. طيب شوف احنا وياكم طبعا الان في مرحلة تكميل الكوب اللي مجهزته في يوم الام، قالت لازم اني اكمله في صغار ستار، في حلقة صغار ستار. تفضلي. حلو، تعرفين ترسمين ها يا عهود؟ ما شاء الله عليك. فهذه ورده بسيطه خلصت. الله عليك، حلو. الحين بنلصقها على الكاسه. ممتاز، لازم تختاري الغراء على حسب كوبك، ابغى اختار غراء قزاز. حلو، ما ينفك هذا؟ ها، لا، لانه غراء قزاز. مشكله الغراء بعد، مشكله تحطينه بيدك ينشب باليد. لازم تنتبه ما يجي على يدك. ايوه، حلو.
ما شاء الله فنانة أنت، عارفة كيف تعطينا الغرة وباللمسات. ارفع الكاس، ارفع الكاس واشتغلي. إيه حلو جميل. بتكملي شيء الحين؟ ايه. رسم شيء؟ أنا بفسك لك الكاس. أمي إيش؟ أنت عمري؟ أمي أنت عمري. يا سلام. حلو. هنا؟ ايه. الو؟ ممتاز، في رسم بتكملي على الرسم؟ لا بس هذا. بس هذا، يلا يعطيك العافية، احنا شاكرين لك اليوم تواجدك معنا. فأنت ايش تنصحين اللي دائما البنات اللي مثلك جالسين بالبيت بس مثلا على الجوال ما عندهم مثلا في وقت فراغهم، ايش تنصحينهم؟ أنصحهم إنه إذا شافوا شيء قدامهم بلا فعلة زي علبة حقت شيبس، حلو، تجيبها تطبخها بخاخ أو تلونها، تزينها بالفكرة اللي هي تبغاها، تحط عليها شريطة، حلو، وتحط مثلا اكسسوارات جواتها للتخزين للوقت. طيب في شيء يساعدك في اليوتيوب على إعادة تدوير بعض الأشياء؟ بعض الأحيان أجيب أفكار. تجيبين أفكار أو تقتبسين أفكار وتحطينها أنت. يعني مثلا أجيب فكرة وأزيد عليها من عندي. يعطيك العافية يا هود، شاكرين لك يوم تواجدك معنا. وشكرا لك على هذا الابداع، وشكرا على التميز. وشوفي هذه نشوف احنا وياكم هذه احد ابرز الاشياء اللي سوتها ما شاء الله بمناسبه اليوم الام. يعطيك العافيه، واحنا شاكرين لك تواجدك معنا. خلونا نشوف احنا وياكم فقره بيوتي صغار ستار.